شهدت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على مدار اليومين الماضيين الكثير من التعليقات التي تنوعت ما بين السخرية والشكوى نظرا لحالة الطقس السيء الناتجة عن عاصفة منخفض التنين والتي عانت منها جميع أنحاء الجمهورية. وكان من بين المعلقين بعض الفنانين، منهم من علق ساخرا مستعينا ببعض الصور الطريفة، ومنهم من أخذ الأمر على محمل الجد واشتكى للجمهور مما يعانيه من انقطاع المياه والتيار الكهربائي وغيرها من الخدمات. وأستعرض معكم أبرز هؤلاء الفنانين. الفنان الكوميدي أحمد حلمي. نشر الفنان أحمد حلمي مقطع فيديو ظهر فيه مع أحد رجال الحماية المدنية، وخلال الفيديو التقط الفنان أحمد حلمي صورة مع ذلك الرجل ووجه حديثه له قائلا: ربنا معاكم ويعينكم يا رجالة. اصبر براحتك بس الصور كده عشان يبقى خلفيتنا البحر. تعالى كده، تعالى كده اهو، يبقى خلفيتنا المايه. والله ده والله العظيم منظر حلو اهو. تصور انا من الاول. يلا نصور مع بعض. والله العظيم احلى صورة. الله يعينكم. امين. الفنان الشاب احمد حاتم. نشر الفنان أحمد حاتم صورة له عبر حسابه الشخصي على انستغرام ظهر فيها وهو يقف رافعا بنطاله وممسكا بمظلة في محاولة منه لحماية منزله من تسرب مياه الأمطار إليه، وعلق عليها كاتبا: مفيش نقطة مية هتخش طول ما أنا عايش. الحمام على طول زي ما أنا. المنتج المصري سيف عوريبي. نشر المنتج سيف عوريبي عبر حسابه على انستغرام صورتين اوضح من خلالهما حجم الضرر الذي لحق بجراج منزله نتيجة لغزارة الامطار المتساقطة، واوضحت الصور ان جدار الجراج وسقفه تعرض للانهيار على السيارات التي بداخله، فيما دفنت احدى السيارات تحت انقاض الجراج. واوضح عوريبي خلال التعليقات ان نوع تلك السيارة كان BMW. الفنان الشاب أحمد التهامي. نشر الفنان أحمد التهامي عبر حسابه على انستغرام مقطع فيديو تحدى من خلاله عاصفة منخفض التنين، وظهر في الفيديو وهو يرتدي معطف ويمسك بشمسية ويرقص على إحدى أغاني المهرجانات تحت المطر في الشارع. المخرج رامي إمام. نشر المخرج رامي إمام بعض الفيديوهات ومنها فيديو أهداه للجمهور بمناسبة المطر، وكان يحتوي على عدة لقطات لبعض الأماكن أثناء هطول المطر، فيما علق موضحا أنه صنع هذه اللقطات خصيصا كنوع من الحب والتفاني لمتابعيه ومحبيه، ونشر أيضا فيديو آخر ليحكي معاناته مع الأمطار. هي قاعد مبسوط وقاعد في الاوضه ومطره وطشت والحمد لله، الحمد لله على كل حاجه. يعني ما اعرفش ايه اللي ممكن يحصل بعد كده، ربنا يستر. هو غالبا يا جماعه لو استمر الوضع على كده والمطره دي كملت كده لحد يوم السبت، انتوا ممكن تيجوا تلاقونا تحت الميه، يعني زي ايه، زي القاره اللي هي غرقت دي، او زي المدينه اللي هي اتلانتس يعني. فممكن تلاقونا اتلانتس يعني. احنا النهارده لو استمر، النهارده ايه، لو استمر الوضع على كده لمدة 3 أيام أكيد هتلاقونا بالأنابيب الأكسجين وعايشين تحت الماية كده وبناكل سمك وحاجات من كده. الحمد لله يا جماعة الكهرباء قطعت، يعني الحمد لله، يعني مش عارف أقول، أنا كنت مستني اللحظة دي من زمان، فالحمد لله الكهرباء قطعت وكده يبقى اكتملت بقى كل حاجة الحمد لله. إحنا عايشين زي الفل ومفيش أي حاجة، اطمنوا. مفيش لا نور، مفيش ميه، الاوضه بتاعتي بتغرق، انا غالبا يعني دايس في ميه دلوقتي. فالحمد لله على كل حاجه يا جماعه، الحمد لله. الحقيقه المنظر بديع في الضلمه، يعني منظر رائع رائع. هحاول بقدر ما يمكن اوصل لاي حاجه، ويعني اللي هي انور بيها واشوف حضراتكم يعني. فخليكم ايه ده؟ اوكي ماشي.
الحمد لله يا جماعه، يعني قدرت ان انا اوصل للمبه كده تنور لي، ويعني الحمد لله لو انتم شايفيني يبقى تمام جدا اهو. انا برضو لسه بتابع حاله المايه اللي موجوده هنا في الحاجات الحلوه اللي عندي في الاوضه، لانه فجاه كده قامت عاصفه، يعني مطره مع رعد وبرق، والشجر كان بيقع، والحمد لله يا جماعه دي لحظه تاريخيه بالنسبه لنا. انا من وجهه نظري الشخصيه دي من اهم اللحظات في حياتي، ان انا بشوف مصر بقت دوله متقدمه مناخيا. الحمد لله يا رب. حلمت في يوم من الايام ان مصر تبقى فيها عواصف واعاصير ومطر ورعد وبرق وكل الحاجات دي، والحمد لله ربنا استجاب لدعائي. والله يكون في عون الناس اللي انا سامع ان شوارعها بتنهار. عارفين لما يحبوا يعذبوا حد كده في الزنزانه، هو كده بقى بالظبط عندي. اوكي بتغرق تماما. انا مش عارف يعني اعمل ايه كده، المايه بدات. بصوا يا جماعه في كهرباء هنا، ربنا يستر. وده كمان هو كان المفروض او المفروض مكان التكييف. بصوا يا جماعه عمل ايه مع المايه، ربنا يستر بقى. الاوضه عماله ايه يعني تنهار شويه بشويه. انا خايف بس من الكهرباء. حياة يا جماعة، يعني أنا قاعد مستمتع جدا بكل الموسيقى اللي حواليا، من مطر بره ومن مية، والطشت جنبية كمان يعني عمل الشغل جامد جدا. باظت خالص، باظت خالص. الفنانة رجاء الجداوي. نشرت الفنانة رجاء الجداوي عبر حسابها على انستغرام مقطع فيديو جديد اوضحت من خلاله انها تمكث في ظلام دامس بمنزلها بصحبة ابنتها وحفيدتها، وقالت انها صورت ذلك الفيديو للتسلية، مشيرة الى ان منزلها تعرض لماس كهربائي ادى الى انقطاع التيار بالاضافة الى انقطاع مياه الشرب، واضافت قائلة: البيت كله ظلمة، ومن قال انها شاعرية؟ انا مش شايفة اي رومانسية، صوت الرعد بيخوفني، انا جبانة. بس مساء الخير، ارجو انكم تكونوا شايفيني. انا عموما قاعدة في الشلمة، طبعا صوت المطر لطيف قوي برا، وقطع بسيط قوي قوي دلوقتي. انا قاعدة في الظلمة انا وروضة واميرة، وبنحاول نتسلى يعني اي حاجة، فقلنا نصور فيديو. طبعا انتوا سامعيني صوت بس، لكن يعني الحمد لله على كده حصل ماس بسيط في الكهرباء، فالاوضه اتقطع، وكمان الميه مقطوعه، والبيت كله ضلمه. ومين قال ان الضلمه دي تبقى شعريه؟ انا مش شايفه انها رومانسيه ابدا ابدا. انا كمان صوت الرعد بيخوفني جدا، انا جبانه قوي قوي قوي. يا رب يا رب يزيح عننا كل حاجه وحشه يا رب. ونشرت أيضا الفنانة رجاء الجداوي فيديو آخر بعد سقوط المطر والطيور تغرد، ثم علقت قائلة: مش عايز أعمل أي صوت، لأن صوته كفاية وفي مطر خفيف خالص، سبحان الله والحمد لله.
الفنان أحمد سعد. نشر الفنان أحمد سعد عبر حسابه على إنستغرام صورة له وهو يرتدي بدلة غطس وعلق عليها ساخرا: أنا نازل عندي شغل، ادعوا لي الأكسجين يكفي عشان رايح الهرم. وأخيرا الفنانة داليا مصطفى. نشرت الفنانة داليا مصطفى مقطع فيديو عبر حسابها على الفيسبوك أوضحت من خلاله أنها علمت بأن هناك بعض المسافرين محتجزين في محطة مصر نظرا لتوقف حركة القطارات، ولذلك عرضت هذه المشكلة عبر صفحتها، مما ترتب عليه قيام صديقة لها بتخصيص فندقين لتسهيل أمر مبيتهم طوال فترة الطقس السيء مجانا، وقالت أن صديقتها تعمل في شركة سياحة. مساء الخير عليكم. في حاجة كده قريتها انه في ناس عندها مشكلة من في محطة مصر، القطارات كلها وقفت ففي قلق والناس مش عارفة توصل بيوتها. فانا نزلت الموضوع ده على صفحة عندي على الفيسبوك وليا صديقة ردت عليا اوكي وقالت، هقول بالظبط قالت ايه، قالت أهل اسمها مجد علي، هي شغالة في شركة سياحة. قالت أهالينا من جميع المحافظات المتواجدين في نطاق محطة مصر وسط البلد بعد توقف القطارات الغير مقتدرين بنقدم لك غرف ببلاش اليوم وغدا في فندق ليلي، فندق ليلي وفندق جراند ليلي، فندقين اتنين، ورقم ورقم التواصل يعني 0100 940 4070 اوكي، وانا هكتب الموضوع ده.